الكروست برضه مش هيفصل معايا صح؟ هيفصل عند ديفرنشال كارنت. هيفصل عادي زي كأن اي اي ديفرنشال كارنت صح؟ ديفرنشال اه بس يعني عندي واحد واتنين من عشرة صح؟ البريكر مفتوحين يا عم جيد وحصل فولت بعد المفتاح ايه؟ انا عندي البريكر ده مفتوح طالما البريكر مفتوح وحصل وده مقفول وعندي فولت هنا فولت فين؟ هيجي لك فولت ازاي هنا؟ في فولت هنا والبريكر موصل قلت لي دي متوصل ما البريكر مفتوح الزيتر مفتوح ايزوليتر مفتوح طب ايه المشكله يفصل ايه ايزوليتر مفتوح ازاي يبقى في فولت بعد المفتاح على طول اشمعنى بقى هنا جاي لي فولت بعديه هنا وما كانش بعديه هنا يعني وقت ازاي بقى ازاي ما هو مفيش جهد هنا ومفيش جهد هنا في فولت ازاي يا ابني دي متوصل انرجايز ده هي والبتاع متوصل ما هنا لحد هنا في جهد المفتاح متوصل مفتاح متوصل انت قلت لي المفتاح متوصل ايه كان مفتاح فصل وبريكر وبدمه هيفصل هيفصل هيشتغل اند فولت بروتكشن برضه ازاي بقى مفتاح متوصل هيشتغل اند فولت بروتكشن ليه مفتاح توصل امتى انا يا عم انا مش هو بيعمل سيموليشن لفولت خرافي ثواني انا عايز سيموليشن لفولت بقى جميل 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 مفتاح متوصل امتى مين اللي وصله هو مفتاح متوصل عادي وبعد ما توصل مفتاح واحد ركب ارضي اه يعني كان بقى جاله فولت كده من برضه من تلقائي كده من الهواء اشمعنى يعني هو اكيد تلقائي هنا وهي ما ينفعش كده تلقائي هنا دلوقتي في الحاله دي مش في فولت ممكن يحصل هنا حلها لي بقى يا باشا والبرودكشن مش هيشتغل حاجه منين مش هيشتغل حاجه منين هيشتغل الديستنس بقى لا انا عايز الباسبور معلش باسبور باسبور هيشتغل ازاي لا مش هيشتغل مش هيشتغل لان البريكر كلوز ما فيش لا اند فولت بروتكشن هيشتغل عشان البريكر كلوز ولا في باص زون هيشتغل عشان لا اللاين ديفرنشال هيشتغل اللاين ديفرنشال هيشتغل ديستنس بقى يا باشا لا زون 4 بقى في الديستنس بتاعنا وزون 2 في الزون في زون الفيدر ريلي ده ما هو دي مشكله دي مشكله ممكن ما تحصلش دي بقى حمايات الخط اللي مين اشمعنى هنا حمايه الخط ودي مش حمايه الخط فين هنا ما انت عامل هنا ما انت عامل الفولت هنا اهو في 60 60 مشكله عملتها لي هنا ده اقرب للكلوزنج للباسبار يعني ده اقرب للباسبار ان يبقى في مشكله على الباسبار انت عامل لي هنا عامل لي حلول ليه ما فيش شيك زون يا محمد هيعرف ازاي ان في انا ما فيش طيب ما فيش حاجه داخله للباسبار ماشي يا سيدي وانا مش هطلع معاك انت بتقول لي المفتاح مفتوح ومش جبت لي فولت بعد المفتاح والسي دي ازاي مش عارف وفي لحظه توصيله سبحان الله برضو يعني وعملت وهنا اللي هي اقرب للباسبار لو حصل فولت عندي هنا ما يشتغلش ما هو مش مديله اي حاجه انت لما مديله البريكر مفتوح ولا السكينه مقفوله ده هيشتغل زون كام ده حضرتك زون 2 يعني واحد ده لازم زون ايه من هنا من هنا او زون 4 انا مكلمك على اللاين بتاعي طب اللاين بتاعي شايفه ايه ده ورا المفتاح هيشتغل انت فولت هيشتغل لك ايه هيشتغل من ورا المفتاح ازاي كده ده اهو ده هنا مش هنا ده هنا سويتش انت فولت هيشتغل ايه ده سويتش انت فولت ازاي من ده ورايا ايوه صح هيشتغل زون 4 وزون 2 من هنا يعني بوينت 4 ما هو انت اللي انت بتقوله ده اصلا اللي انت بتحكيه ده اساسا بيحصل على اللاين بالصدفه لو شجره وقعت ولا حاجه اللي انت بتقوله ده اللاين حاجه اللاين هنا عندي سكيم هيفصل انستنتينيوس انما هنا هنا برضو بالصدفه زي اللي بره انت الافتراضات اللي انت افترضته ده ممكن ده ابن كلب ما يحصلش ليه ما يحصلش ليه ازاي ما يحصلش ما يحصلش ليه يحصل ازاي نسر جه حق وقف جنب المفتاح مفتاح يقف جنب المفتاح خليه يخش كده ما هيخش هيتفلم ايه هيتفلم جوه بس هيعمل لي فولت هنا هيتفلم جوه ازاي هيخش منين يعني هيخش ايه قبل الحمام طلع طول النهار طاير الحمام اهو على المفتاح الله عليك مفيش حاجه خشت ليه يعني ما بيوقف بس عشان الحمام صغيره ما بيجيبش البتاع انت بتتكلم على اول دور ولا جايز اي حاجه لا خليها اول دور بلاش جايز صعبه الشقيه دي اي حاجه اي فار دخل على البتاع جايس لا في الاوت او دول برضه دي مشكله حلها له عبد اللي مش هكمل الريلي مش دعوه انا مش فاهم شويه كنت تطلع اي حاجه خلاص ما انا بحكي ما هيمروا طيار هنا بس دي مش مقفوله مش هيبقى فيها شيء والطيار اصلا هنا بيمشي لك ايه يعني كده الطيار عشان يجي لك ديستنس كده لازم يبقى هنا عشان تحطها ان لازم يكون البريكر مفتوح يعني احنا دلوقتي شغالين على A603 لازم اتاكد ان المفتاح مفصول طيب المفتاح مفصول وحصل فولت هنا حصل فولت هنا معنى كده ان في تيار مر هنا
الباسبار بيعمل ايه في الحاله ديت؟ الباسبار بيروح يقول لك لا انا عندي فولت كده، معناها ان في فولت على اللاين، فولت على اللاين هنا فولت هنا مفتوح وحصل فولت هنا، هيبقى فولت على اللاين هيروح يبعت دايركت ترانسفير زي دايركت ترانسفير. يا ابن السيتي هنا يا حبيبي، فين السيتي؟ هو ده اللي حصل. ايوه ماشي بس جيبي علي السيتنج بتاعه. هو فين الرسمه بتاع السيتي بتاعته؟ ايوه هي دي. اللهم صل عليك يا نبي. ال بيك اب تايم بتاعه، بيك اب تايم، ودي البيك اب تايم ديت اللي هو بتاع اللي هو بيك اب تايم. طب هو هي ازاي فصل 80 ملي سكند؟ المفروض يشتغل 80. انا ما فصلناش. لا ما انت مضاعف الكرنت ده عشان تقيس الزمن. لا لا سكند المفروض دي فوق ال 100 ملي. لا ديت يا حمام احنا قلنا ده 100 ملي سكند ده اللي هي بتاعت حالة سويتش اند ديفولت مع مانوال كروس. مش مانوال. خلاص تاني مش مانوال 60 ملي. لا مش مانوال 60، ماكسيموم 60، هو المفروض 50. ماشي اللي هو دي يعني هو انستنتينيوس دي بس بكارير في حاله سوري في حاله المانوال كروس. خلاص امال ده التايم ده جاي منين؟ ده التريب العادي بتاعه. يعني ايه التريب العادي؟ هو انستنتينيوس، انستنتينيوس ملوش زمن، ملوش زمن. اوكي ماشي حمام. وبيبعت برضه يفصل الناحيه الثانيه طبعا، ودي برضه السيجنال دي بختبرها. السيجنال دي بتختبرها في بالس. ماشي حاجه عملناها اللي هو ريلي اوبريتنج تايم. ماشي ما هو عشان تجيب التايم التايم لا التايم اضعفه ده تبقى من غير مانوال كروز ولا اي شيء، من غير اي حاجه. ايوه 65 جبت التايمر يا علاء. فين بقى التايم اللي هو من 65 ده اللي هو ده اللي هو هنا ريلي اوبريتنج تايم تي 1؟ هات التايمر على احنا دلوقتي هناخده البلس تايم. ماشي خلاص بحيث من بالاخير التايم الاخير ده تمام واحد. تمام ماشي. ايه البلس تايم؟ التايم هو اصلا جامبر. بلس تايم بتاعت ايه؟ انا بترفع لحد قد ايه؟ بتاعت الريموت اند. مش هو بيبعت الريموت اند؟ طب ما هي بقى ده انت تعمل سيكونس الفريج. لا احنا دلوقتي البلس تايم، بلس تايم، بلس تايم يعني بيبعت يبقى انا قصدي يبقى محتاج مانوال كلوز يعدوا عشان يبعت صح؟ ولا هو في اي حاله بيبعت؟ كل الحالات بيبقى طال مانوال كلوز. التايم هنا بيزيد بس مع ال مع حاله المانوال كلوز. وفي كل الحالات ما بيفصلش هنا، في كل الحالات ما بيفصلش هنا بيروح يفصل الريموت. طب وايه سبب ان انا اعمل سرعه او مش سرعه؟ هو هنا اصلا عامل لي ديلي تايم في فات المانوال كلوز، المفروض يبقى العكس. ليه؟ عشان يبعت بسرعه. لكن انا بقول له انا هوصل فيه فولت. لكن هو يعرف، هو أصلاً يعرف منين انه في فولت؟ هو سي تي بيحس، هو سي تي ملوش دعوه، بس سي تي هو اللي بيقول. انا لازم انا اشوف الجارد تايم هنا فعلا في فولت في لحظه التوصيل ولا لا. اعتبره زي جارد تايم كده، انا بعمل له ديلي اتاكد ان في فولت فعلا. هاي الكرنت كام يا هندسه؟ 3.10. مش المفروض 200 ملي بيقول 200 ملي سكند؟ مش المفروض 200 ملي؟ 200 ملي؟ 200 ملي سكند. ما في عندك 100 ملي اللي هو ريموت تريب بالس 1.10 اللي هو ايه 100 ملي دي، وده بيتحسب؟ بيتحسب. لو انت قايل ماي بوز بس ده اهو ريموت تريب بالس 1.10 ده 2.10 سكند 200 ملي تمام زي الفل. هو سيتنج كام يا عبد؟ 200 ملي. وايه ال 1.10 دي؟ 1.10 دي اللي هو بتاعت البيك اب تايم. ايه؟ صلى عليك يا نبي سيتنج. بس كان هو بيفصل انستنتينيوس ازاي 100 ملي ده بيدفها معاه؟ هو بيدفها كده. هو يا ابني هو فصل قدام 60 ملي سكند. هو لو انت عايز تعمله بعد 60 ملي سكند، بعد 60 ملي سكند زائد 2.10 المفروض 160 ملي سكند. هو والله بيجي كده معانا 200 ملي سكند، حوالي 300 ملي سكند. يعني السيتنج 200 يجي حوالي 300؟ ايوه يجي ده بالاضافه لل الانتظار بتاعه. زيرو تمام. ألف
شوف دي هندسه دي مانوال كلوز. خلاص يا عبد خلاص خلاص يا عبد. الانبوت صح؟ نعم مانوال كلوز مان الانبوت. ايوه ده اختبار المانوال ان ديفولت بروتكشن مع المانوال كلوز. احنا اول حاجه عملنا ستيت 1 ولا 0 0. معلش انا عايز تجرب لي حكايه المانوال كلوز دي هنا على ستيت 2 بس 10 ملي سكند. شيل الاولانيه دي. حاضر. طب نعملها بالطريقه دي وبعد كده لما نخش الطريقه الثانيه بتاعتك ماشي. دي تعمل لنا كام؟ ايا ايا كان مش هتفرق مش هتفرق. سيبك منها سيبك منها. اعمل فيها فولت بس. حط هنا علامه احمر واسود. ليه 65 ليه؟ عشان ما عملناش مانوال كلوز. مفيش مانوال كلوز. طيب تمام يبقى كده احنا عملناها من غير مانوال كلوز. هات يا علاء. انا عبد اعملها تاني. لا لا ارجع معلش صور البتاع دي على البانر انبوت. صورتها؟ صورت البانر انبوت خلاص؟ احنا عملنا بانر انبوت 10 لو حطيناها هنا مثلا. اعمل زي المهندس محمد بيقول لك اعملها على ستيش 2 بس. مفيش مشكله بس خليها صفرين صفرين عشان تختبر الاختبار التاني. بيفضل قافل فترة ثانية بحالها الأولانية. ليه؟ هو أنا كورس بيفضل قافل له ثانية ده أنا بعمل كده. بس هو كده حس بيها ثانية بحالها. لا لا ده عبده أقدر أعمله كده وبرضه لازم أعمل اتنين. ما ينفعش. طيب خلي دي 10 يا عبده. لو اختبارها كده بالغصب كده في ايه؟ يعني هو لازم يشوف بس تايم في الديد في الديد. يا عبدو هو ما قفلش ليه؟ اشتغل اصلا ما اشتغلش ليه المره دي؟ في تريب حصل على حاجه. A606A ده